بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أيها المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج في رحاب المعرفة نقدمه على منصة رفضية في مجال المعرفة والفهم، فنتمنى أن يعجب الجميع وأن يستمتعوا به وأن يستفيدوا منه وأن يرقى إلى مستوى تطلعاتهم. ما المقصود بعنوان البرنامج في رحاب المعرفة؟ ما معنى الرحاب؟ ما معنى المعرفة؟ ما الفرق بين المعرفة والفهم والعلم والثقافة؟ ما هي الطرق الموصلة إلى المعرفة؟ وما هي الأدوات المساعدة على المعرفة؟ هذه الأسئلة هي الإطار، وهي التي سيحاول هذا البرنامج القيم ليجيب عنها في حلقات إن شاء الله. في البداية دعونا نبدأ بالمقصود من عنوان هذا البرنامج في رحاب المعرفة. في رحاب، الرحاب هو المكان المتسع من الأرض، أو هو ساحة وسط الدار، أو هو فجوة بين البيوت. ونقول بالدارجة بدل الرحبة تصيب الرحمة، يعني بدل المكان وتصيب التوفيق وتصيب الرزق وتصيب الخدمة وتصيب. أما المعرفة فهي العلم بالشيء، أو هي مجموعة من المعارف، معارف حول الإنسان، أسماء الإنسان، هذا محمد، هذا أحمد، فاطمة، عائشة، أو حول الحيوان، هذا كلب وهذه بقرة وهذا حصان، أو حول الأشياء، هذا حجر وهذا نبات وهذا حديد وهذا نحاس، أو حول أشياء أخرى. أو هي المعرفة مجموعة من الأفكار، أفكار حول الحياة، شقية، سعيدة، جميلة، أو حول الدنيا، فانية، قصيرة، فاتنة، أو حول الإنسان، مكرم، مخلوق، حر، أو حول الآخرة، خالدة، حساب، هناك جنة أو نار. أو هي مجموعة من المعلومات، الكرة، الأرض كروية الشكل فهي معلومة، المغرب يقع في شمال إفريقيا هذه معلومة، لدينا قارات خمس هذه معلومة، السنة فيها 12 شهرا هذه معلومة، النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء هذه معلومة. أو هي مجموعة من التجارب، النار تحرق هذه تجربة، السكين يقطع هذه تجربة، السم يقتل هذه عن تجربة. إذن فالمعرفة هي مجموعة من المعارف والأفكار والمعلومات والتجارب. ثم هذه المعلومات والتجارب والأفكار تكون معرفة حين تستقر في ذهن الإنسان عن طريق الإدراك. الهدف من البرنامج، الهدف من البرنامج هو القيام بخطوات حثيثة نحو الفهم والعلم، أو الانتقال من معرفة عامية غير منظمة إلى معرفة علمية، لأن المعرفة شيء والفهم شيء آخر. لأعطيكم مثالا على ذلك، إذا كانت المعرفة هو ياجور ملقا على الأرض، هذه معرفة ما دام أنه لم يكن صالحا للسكن، فإذا صار صالحا للسكن وصار بناء فهذا فهم. أما إذا كان التصميم المعتمد لهذا البناء مشترك بين الناس صار ذلك الفهم، الفهم صار علما، صار علما ما دام أنه يشترك بين الناس ولم يبقى فهم لدى فرد واحد. ثم نأخذ مثالا آخر
ملموس من المعرفة، مثلا سورة العصر. إذا قلنا لأحدنا هل تحفظ سورة العصر ثم استظهرها، فإنه قد عرف سورة العصر. أما إذا عرف معانيها بأن الإنسان في خسارة أو خسران ما دام لم تتوفر فيه أربعة شروط: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، إذا عرف معانيها فقد فهم سورة العصر. أما إذا ارتقى إلى تطبيق هذه المعاني في حياته فقد صار عالما بسورة العصر. لكنه إذا بقيت هذه المعاني حبيسة العقل والفهم فإنه يصير مثقفا فقط وليس عالما بسورة العصر. فإذا المعرفة تبدأ عامية ثم تصير علمية، وإذا صارت المعرفة علما وجب العمل به، إذ لا قيمة لعلم لا يعمل به. يقول أهل العلم: العلم إمام العمل، يعني عندما يعلم الإنسان شيئا فإنه يتبع ذلك، يتبعه العمل، وإلا بقي ثقافة ذهنية. لأن المثقف له معرفة في ذهنه قد تكون قليلة أو كثيرة، لكنه لا يطبقها، لا يترجمها إلى عمل. ولذلك نجد الطبقة المثقفة هي الغالبة في المجتمع، بينما الطبقة العالمة والعاملة هي القليلة في المجتمع. فكما يعلم الجميع أن المعرفة اليوم صارت طيارا جارفا، منافذها ونوافذها ومداخلها كثيرة. هذا منفذ الواتساب، وهذا هذه نافذة الفيسبوك، وهذا مدخل اليوتيوب، وهكذا. فبعدما كانت المعرفة تحصل بالبحث عن أهلها أو بالتنقيب عليها في الكتب، صارت الآن تغزونا من كل حدب وصوب وتهجم علينا هجوما كبيرا جدا. ولذلك المعرفة الآن أصبحت خليطا من المعارف ومن الأفكار، تكاد لا يربط بين معانيها رابط، وهي لا تعد أن تكون مشتتة للفهم والعقل. لأضرب لكم مثلا على ذلك، الفرق بين الذي كان يبحث عن المعرفة ويقصد أهلها وبين من يستقبلها من خلال هذه الوسائل، وسائل الاتصال ووسائل الاتصال وتقنية التواصل. الفرق كالذي ينقب على الماء في داخل الأرض حتى يصل إلى منبع صاف فيشرب منه، والآخر الذي يضع صهريجا ثم ينتظر المجاري الأخرى تأتيه بالماء، وقد يكون ذلك الماء يحمل حجارة أو يحمل قشا أو يحمل أشياء أخرى، فيكون بذلك الماء يصعب عليه أن يستفيد منه. فالإنسان في البداية عندما يولد تكون صفحته بيضاء، ثم مع مرور الزمن يكتسب هذه المعرفة ويطورها ويبنيها وينميها لتصبح فهما، ثم عن طريق الاجتهاد تصبح علما قائما بذاته. وهذه المعرفة من خصائصها أنها تتفاوت بين الناس، هناك من لديه معرفة كبيرة وواسعة، وهناك من لديه بضاعة قليلة، فهي تتفاوت بحسب الاجتهاد والإقبال على الإقبال على العلم وعلى القراءة. وكما قلنا المعرفة رحاب واسع جدا، تاريخ من التراكمات وإرث كبير من المعلومات عمل عليه أجيال من المفكرين والعلماء والفلاسفة، السابق فيهم يؤسس للاحق وأمة ترث أخرى. ربما بدأت هذه المعرفة بنقطة ثم تطورت حتى صارت بحرا زاخرا من العلوم، علوم الرياضيات، الفيزياء، الطبيعيات إلى غير ذلك، ومن الأصول ومن الفروع ومن التخصصات ومن المذاهب
والتصورات التي تجمعها كتب ومجلدات وتضمها مكتبات ومتاحف وخزانات. فإذا المعرفة هي نشاط تفاعلي أو علاقة تفاعلية بين الإنسان وهذا العالم، وما فتئ هذا الإنسان يبحث في هذا العالم الذي يعتبر بالنسبة له لغزا يريد أن يعرفه. وفي الأخير المعرفة حتى وإن كانت أول ما يحتاجه الإنسان عندما يولد، فإنها كذلك آخر ما يحتاجه الإنسان عندما يكبر، عندما يصل إلى مرحلة متقدمة من العمر يحتاج إلى ما يسمى بالكمال المعرفي. الكمال المعرفي أستحضر هنا مفكرا اسمه ماسلو، وضع هرما لحاجات الإنسان، فقال في البداية أن الإنسان يحتاج إلى حاجات فيزيولوجية، مثلا يحتاج إلى طعام، إلى شراب، إلى غذاء، ثم بعد ذلك يحتاج إلى حاجات الأمن، يريد الأمن ويريد الهناء حتى يعيش، ثم حاجات اجتماعية، يريد الزواج، الأسرة، إلى غير ذلك، ثم حاجات تقدير الذات، يبحث عن احترام، أن يحترمه الآخر ويحترم الآخرين، ثم حاجات تحقيق الذات، كيف تكون له مكانة اجتماعية في المجتمع، ثم في الأخير آخر ما يحتاجه الإنسان هو الكمال المعرفي والجمال، أو ما أطلق عليه بالقيم المعرفية والقيم الجمالية. فهذه مقدمة أو تقديم لهذا البرنامج، سلطنا فيه الضوء على هذا الإطار العام للمعرفة، وإن شاء الله ستلي هذه المقدمة وهذا التقديم حلقات أخرى إن شاء الله تجيب عن الأسئلة الباقية. هذا مقدم البرنامج عبد الصمد الخزروني، يحييكم وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.